ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما، رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله الرياكشن النهارده في ستيفل رياكشن هنا النهارده على هوم سينما هو الجزء الثالث من فيلم فينوم 3 ذا لاست دانس. عايز اقول حاجه بس سريعه يا جماعه، معلش يعني قبل ما ابدا الفيديو، اولا مبدئيا ما تنسوش بس تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا واللايك والشير للحلقه. الحاجه الثانيه، انا في الفيديو ده او في الفيديوهات الكام فيديو اللي جاي اللي جايين يعني هحاول على قد ما اقدر ان انا اخفف اضاءه شويه في الفيديوهات، ده غصب عني لان بصراحه الجو في الاوضه صعب جدا، او في المكان بالاخص يعني اللي انا بصور فيه بجد حقيقي صعب جدا، فانا بعتذر لو الاضاءة ممكن ما تبقاش احسن حاجة زي نفس الفيديوهات اللي فاتت ككواليتي، بس انا بجد حقيقي الجو صعب فشخ يعني. انا فكرة ان انا افتح الاضاءات كلها بتاعت الاوضة عشان اصور فيديو، لا بجد حقيقي الموضوع صعب جدا، فمعلش اعذروني يعني لو الاضاءة ممكن ما تبقاش احسن حاجة يعني، بنحاول ان احنا نظبط الدنيا، بس انا مخفف اضاءة خالص يعني، لولا ان انا مخفف اضاءة انا اقسم بالله ما كنت هعمل فيديوز اصلا النهاردة نهائي، فانا معلش انا حبيت ان انا اقول كده لان لو الاضاءة مش احسن حاجة معلش المرة دي اعذروني، لان بصراحة يعني هحاول ان انا اظبط الاضاءة كده شوية يعني تبقى على حسب يعني عشان تشوفوني يعني، بس مش هقدر ازود اضاءة عن كده لان بصراحة الجو صعب جدا في مصر اليومين دول، وخصوصا في الاوضة اللي انا بصور فيها صعب جدا، لحد بقى ما الواحد ربنا يكرمه ويجيب تكييف بقى ويركبه في الاوضة، غير كده بصراحة الموضوع بيبقى صعب جدا يعني. فبرضو حاجة تانية برضو عايز اقولها لكم، معلش لو انا بتكلم في الفيديو لو حسيتوني شوية out of mood يعني بجد والله اعذروني، ده برضو غصب عني بجد حقيقة انا اسف، بس يعني out of mood عشان حاجة واحدة بس، مش يعني مش عشان انا بعمل فيديو بس، عشان الجو حر، فانا ومشكلتي انا عندي مشكلة كبيرة جدا مع الحر يعني، انا الحر بيتعبني جدا كبني ادم، الحر بيتعبني جدا ما بستحملهوش بتاتا. تريلر احنا هنعمله رياكشن النهاردة هو فينوم ذا لاست دانس، وهو من كتابة توم هاردي ومن كتابة برضو كالي مارسيل اللي هي برضو مخرجة الفيلم الجزء الثالث لفينوم 3، ودي اول مره تخرج يعني. كالي مارسيل دي انا كنت لسه هقول انا ما اعرفهاش بصراحه، بس دي اول تجاربها الاخراجيه، هي كتبت قبل كده 50 شيدز اوف جراي بدايه مبشره بسم الله ما شاء الله، وهي اللي كانت كتبت قبل كده فينوم الجزء الاول والجزء الثاني اللي هو لادر بي كارنج. معانا في البطوله برضو ادي بروك او بمعنى الاصح هو توم هاردي، هو لسه برضو شخصيه فينوم، وجونو تامبل وستيفن جرام وتشويتال اجي وفور. طبعا انا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره يعني، انا حتى قبل ما اشوف التريلر انا مستغرب يعني، عايز اسال السؤال اللي كلنا بنساله، هل هيظهر سبايدر مان معانا سواء توم هولاند سواء توبي ماجواير سواء اندرو جارفيلد؟ يعني انا عن نفسي قبل ما اشوف التريلر اشك، بس بصراحه يعني لو هيبقى موجود حد من التلاتة بصراحة هتبقى مفاجأة كبيرة، وانا شايف من وجهة نظري يعني كصناع عمل فينوم يعني حتى لو حد من التلاتة الشخصيات دول بتوع سبايدر مان موجودين يعني اتمنى ان هم ما يحطوهاش في تريلر لمؤاخذة، يحطوها في الفيلم على طول عشان نتفاجئ يعني، بس اشك استبعد تماما ان ممكن يكون في حد من سبايدر مان موجود في فينوم او موربيوس او كريفن او اي حد من العالم بتاع سبايدر مان عامة يعني. فيلا بينا نشوف التريلر، مشفتوش طبعا كالعادة ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي الاول مره فينوم ذا لاست دانس، وده هيكون اخر جزء في السلسله باي ذا واي. يلا بينا. You should probably know that I have a really dark. I'm giving you a chance, sweetie. What are you? We are. We're going to need to work on that. We were alone in the universe. And it's our job to make sure that remains a secret. What? You mean it? No! There's chance! No! اوكي عجبني المشهد اللي في الاخر ده بتاع الحصان يعني عجبني،
التريلر ما عجبنيش للاسف. التريلر ما عجبنيش ما اعرفش ليه. انا عندي مشكله كبيره مع فينوم. انا مبدئيا كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده انا عندي مشكله مع فينوم اصلا ان هو بي جي 13، ان هو مش ريتد ار. وده مش من اول جزء يعني، ده حتى من الجزء اللي فات اللي هو لادر بي كارنج، اللي هو اصلا مفروض كارنج يعني مفروض يعني. انا واحد ما بيقراش كوميك بوكس بس مطلع على موضوع على الحاجات اللي بتحصل في الكوميك بوكس والكلام ده كله. كارنج اصلا مفروض ان هو دموي فشخ، وغير كده كمان فينوم اصلا يعني بيتغذى على دماغات الناس. برضو مصرين يعملوا فينوم بي جي 13، دي عندي مشكله كده يعني. واحد ثانيا عجبني فكره ان هو هيستكمل رحلته بعد احداث نو واي هوم. يعني لو خدتوا بالكو لابس نفس القميص، لابس نفس التيشيرت، حتى جابوا نفس الحته بتاعت البار. الراجل ابو شعره طويله لما مسكوا السيمبيوت ده في البار في الاخر، فهو استكمال باقي القصه من بعد نو واي هوم على طول. ما اعرفش ليه بس حاسس ان اكتر حاجه يعني دي حاجه يعني ممكن تصدمكوا يعني. اكتر حد انا مبسوط ان انا شفته في التريلر او بالنسبه لي يعني حد جامد فشخ، ميسس تشن. يعني ميسس تشن اللي هي الوليه اللي موجوده اللي هي اللي شغاله في السوبر ماركت دي، انا شايف من وجهه نظري ان هي يعني اقوى حاجه في السلسله يعني. والله العظيم طلعت بدون مبالغه يعني، وجودها في التريلر بصراحه برضو بسطني يعني. هو ده بجد يعني، ده مش هزار يعني. وبعد كده انا ما فهمتش الحته اللي في الاخر. هو تقريبا على ما اظن في سيمبيوتس ثانيه هتيجي من كوكب تاني تقريبا، فبسم الله ما شاء الله هتلاقي الكوكب كله بقى عباره عن فينمز او عباره عن سيمبيوتس عمال يخش في ناس تانية. ما اعرفش يعني، انا مش متفائل خالص. وما حطوش برضو سبايدر مان، ما كناش يعني كنا متوقعين مثلا ظهور موربيس او ظهور سبايدر مان او ظهور اي حد من الناس دي، ما ظهرش برضو اي حد. انا للاسف مش متحمس خالص للفيلم، وخصوصا انا عندي مشكله اصلا مع فينوم في الجزء الاولاني والجزء الثاني. انا ولا حبيت الجزء الاولاني ولا حبيت الجزء الثاني. انا بالنسبه لي الجزء الاولاني لو هنقارن ما بين الاول والثاني، انا شايف ان الجزء الاولاني احسن من الجزء الثاني. الجزء الثاني كان صعب قوي يعني، الجزء الثاني بجد حقيقي كان صعب قوي. الفيلم كان وحش قوي 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 بمعنى الكلمه. الجزء الثالث برضو مش متفائل يعني، مش متفائل بصراحه. وده اوفيشال تريلر، فاحنا هندي طبعا نسبه ترقب للاوفيشال تريلر او للفيلم ده. انا بصراحه نسبه ترقبي للفيلم ده 6/10، مش اكتر من كده يعني. معرفش ما قدرتش ان انا انسجم في التريلر خالص يعني. حسيت ان انا قلت يمكن بقى هيكون ده اخر جزء، هنشوف بقى حاجه جامده يعني، لازم يرجع بعوده جامده، خصوصا الجزء اللي فات ما كانش حلو خالص. فبصراحه مش متحمس خالص للفيلم ده، انا اسف يعني. لا مش متحمس خالص للفيلم ده. هو الفيلم المفروض ان هو هينزل في اكتوبر على فكره يعني، هو المفروض ان هو هينزل السنه دي في اكتوبر. كان بالظبط اكتوبر هقول لكم ثواني. الفيلم هينزل يوم 25 اكتوبر، فانا زي ما قلت نسبه ترقبي 6/10 مش اكتر من كده. وكنت اتوقع على الاقل الجزء الاخير يبقى ريتد ار يعني مش بي جي 13. وبصراحه موضوع ان بي جي 13 ده بصراحه موضوع مستفز فشخ، انا ما عجبنيش. انا للاسف محبط يعني. ممكن الناس بتوع الكوميك بوكس يعجبها اكتر التريلر يعني، بس انا ما عجبنيش صراحه. انا اسف يعني انا بقول حاجه زي كده، ومع ان انا فينوم اصلا من الشخصيات اللي بحبها جدا من ايام الكرتون زمان يعني، اللي كان بيجي مع سبايدر مان وكده، وحتى في الجيمز، حتى في الجيمز القديمه يعني. ف ما اعرفش يعني، هل ده حتى هيكون اخر جزء للسلسله؟ الله اعلم يعني. هل السلسله هتنتهي على الجزء ده؟ هل توم هاردي اصلا هيظهر بعد كده في شخصيه فينوم، ولا هل هيستبعدوه ويجيبوا شخصيه ثانيه؟ برضو كل الكلام ده احنا مش عارفينه، ممكن نعرفه في الفيلم ده الله اعلم. ممكن لما نتفرج على الفيلم ده يغير توقعاتنا خالص يعني، الله اعلم يعني. ممكن يكون في تريلر تاني غير التريلر ده لما ينزل برضو ممكن يغير توقعاتنا. بس انا عامه بالنسبه ان ده اوفيشال تريلر زي ما قلت نسبه ترقبي ليه 6/10، وزي ما قلت انا عن نفسي كفيلم انا مش متفائل يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم فينوم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب بلايك وشير لو الحلقه عجبتكم. تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التانيه اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.